ساتر خرج تقوليش كرشة نفس ونزحت؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ هو ده الشغل. ها ما قالكيش حاخدك على فين؟ لا ما قاليش. شفتي بقى عشان تبقي تسمعي كلامي بس خلي بالك إيه؟ انا ليا فيه النص. هو ايه ده ان شاء الله؟ العز يا بنت اللي هتبقي فيه. سيبيني افكر. ها هيجيلك الساعة كام؟ قالي كمان ساعة. عايز يبعت لي العربية على البيت بس انا قلت له لا، خلي العربية تجيلي على اول الحارة احسن عشان انا مش عايزة حد يبص لي عشان عينين الناس الله اكبر في عينيهم. يا سلام يا بنت تحفة. هيكتب لك الساعة دي والله. ايوه ما انا واخدة بالي. سيبي ده فستاني ده بتاعي. قمر بصي عليا هيبقى يجنن. بصي فظيع الله اكبر. خمسة وخميس عليكي. اتفضلي يا اتفضلي. ايه بقى ده بقى؟ لا 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 انا ما بحبش التكشيره دي ابدا ابدا. مفيش حاجه. قولي لي بقى تحب نقعد هنا ولا في البلكونه؟ لا مفيش داعي للبلكونه حد يشوفك ولا حاجه يعني. اه طب اتفضلي 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 اقعدي. شوفي بقى يا هاله مديت تريقه. انا ما بحبش حد يزعجني ابدا. وإحساسي إن أنا متراقب بيزعجني جدا. أي كافيه أو مطعم أو حتى أوتيل كل اللي فيه يعرفوني وهيراقبوني وده إحساس مش هيعجبني أبدا. مش عارفة بصراحة أنت محسسني إن أنا ماجدة وأنت فريد شوقي فجأة. يبقى فين العاملة السودة بقى؟ أقول لك انت جميله جدا يا هاله اجمل مما اي حد يتصور بس في نفس الوقت انا ما بحبش اعمل حاجه في الحرام وبرضه في نفس الوقت ما بحبش اعمل اي حاجه تاذيني او تضر بشغلي او سمعتي انا هتكلم معاك بصراحه يا هاله عشان يبقى كل واحد فينا على نور وما تجيش في يوم من الايام تقولي ان انا كذبت عليكي على طول كده. طب يعني واحدة واحدة عليا. سيبني ياخد نفسي الأول يعني. سيبنا نتكلم مع بعض ناخد على بعض. بعدين هو في راجل يقول لواحدة انت هتوسخي سمعتي. أنا بكلمك بصراحة لأن بصراحة كده من غير تعقيد وببساطة وزي ما هو أنا عايزك لأنك عجباني وأنا بحب أبقى مبسوط قوي. إيه رأيك نتجوز؟ شهر، اتنين، تلاتة، زي ما احنا عايزين، وأي مبلغ أنت عايزاه. شهر، اتنين، تلاتة؟ وده يبقى جواز يا عبد العزيز بيه؟ وعليا النعمة أنت ما بيه، ولا تعرف حاجة عن البهوية ولا عملك بيه ظالمة. إيه رأيك 70,000 جنيه؟ يا عم انا ماشيه. بقول لك ايه، اديك عرفت مكان الشقه. لو جيت الشغل بكره هعتبر دي موافقه منك. ايه اصله ده الراجل ده بتاع تقطعك؟ هتيجي؟ هم اتاخروا كده ليه؟ هو انت بتسالينا ليه؟ مش عرفوا. انا مش طايقه، انا عايزه امشي. بصي يا بنت اصبري. ايه اصبري لما نشوف اختها. ايه وبعدين يا بنت بصي بصي الجمال ده كله هيبقى بتاعك يا عبيطه. هات يا خالد. اتفضل يا فندم. ست كريمه. ايوه يا بنت اتفضل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه انا قلت ما بحبش الزيطه؟ ها خلاص خلاص يا سعاده البيت. بس ده انا من الفرحه عايز ارقص مش ازغرط. لكن طالما انت مش عايز خلاص. بس تعرفوا انا كمان كان نفسي يبقى ابوها موجود. ابوها ده مين؟ انا الكل في الكل واللي اقول عليه يمشي. بس لو مؤاخذه يعني كده واحنا كده كتبنا رسمي؟ اه طبعا كتبنا رسمي وان شاء الله القسيمه لما تطلع استاذ خالد هيجيبها لكم. انا بحب كل حاجه اعملها
تبقى مظبوطة بالشرع. خالد. أيوة يا فندم. وصل الأستاذ، ولما تاخد منه الأسايم يبقى أدي نسخة للست كريمة أو لهالة. تحت أمر سيادتك يا فندم. اتفضل. هتوحشيني، هتوحشيني يا حبيبتي. إيه إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ مش قلنا ما بحبش الزيطة؟ اتفضلي. منطق ظريف قوي. انا عايزه امشي. ليه؟ انا ضايقتك في حاجه؟ لا انت ما ضايقتنيش بصراحه. انا اللي عملت، انا مش طايقه نفسي. طب ليه؟ يعني انت من جواك دلوقتي يعني بتقول عليا ايه؟ ايه السؤال ده؟ وبعدين ما تزعليش مني. يهمك في ايه انا بقول عليكي ايه ما دام احنا سوا؟ شوفي يا هلا، انا هقول لك حاجه تخليها حلقه في ودنك مهما طال الزمن. لما تخطي خطوه كمليها، اوعي ترجعي فيها مهما كان. انت عارفه انك جميله قوي، ولفت نظري من اول ما شفتك. ما حسيتش بكده الصراحة يعني. هقول لك تاني، لو حاجة عجبتك ونفسك فيها اوعي تقولي انها عجبتك ونفسك فيها. عارفة ليه؟ ليه؟ لأنك لو اعترفت بده هيبقى صعب قوي ان الحاجة اللي نفسك فيها تملكيها بسهولة. تعالي. والنبي على قلبك دلعني. صباح الفل. صباح الخير يا جميل. صباح الفل على عيونك. ايه النوم ده كله؟ في حد ينام كل ده؟ بيني وبينك يا حبيبتي، ما اصلا ما خدتش اجازه من زمان قوي، ما صدقت. والنبي ايه؟ طب قوم انا هعمل لك غدا. انما ايه؟ فله. ايه ده؟ بجد؟ امال ايه؟ يلا قوم، انت هتفضل نايم طول اليوم، قوم يلا. بيني وبينك عايز افضل نايم. قوم يلا يا بيبي، على مهلك وانت نازل واحده واحده. والله عليك بقى شويه اكل، ما تقوليش. ايه رايك بقى؟ بص، ايه رايك في السفره دي؟ ايه ده بقى؟ هاكل فراخ على الصبح؟ وما تاكلش فراخ ليه؟ امال مين اللي ياكل ده؟ انت حتى عريس. ايوه عريس، بس مش مفجوع. مفجوع؟ ما تقولش على نفسك كده، صحتك مش عجباني. ايه؟ لا والله العظيم، والله العظيم ما اقصد، انا قصدي يعني ان انت بتهلك نفسك في الشغل، فمحتاج كده حاجه تقوي صحتك شويه. كان في حاجة كده عايزة أقولها لك، بس والنبي ما تزعل مني. مش هزعل مني، قولي. إيه؟ أنت عارف يعني إن أنا أبويا ما عرفش إن أنا اتجوزت وكده، فمش عارفة هقوله إزاي. أنا هقول. لا، ما ينفعش أنت تقوله، لازم أنا اللي أقوله. سيبني كده بس أوضب أموري كده وأظبطها وبعدين نشوف هنعمل إيه. كان في حاجة تانية. قولي. بصراحة أنا مش عارفة يعني أبات هنا، يعني ينفع أروح بالليل وأرجع الصبح؟ حلو. لا حلو. تعرفي الدنيا دي غريبة قوي قوي. زمان كان لما واحد يتجوز واحدة في السر زي حالاتنا كده كان ممكن يطلقها عشان الناس ما تعرفش. هي بقى ده كله دماغه، وتزن تزن تزن عشان عايز الناس تعرف. دلوقتي الدنيا انقلب حالها، بس تعرفي انا موافق، ممكن تعملي كده. بجد؟ يعني والنبي ما انت زعلان؟ لا طبعا مش زعلان خالص، على الاقل زي الناس ما بتقول
عشان نوحش بعض يا حبيبتي. ايوه صح يا حبيبي. ايه يلا طب ناكل. يلا الاكل هيبرد. هناكل. طب كده نسخنه تاني.